أحبائنا متابعي مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. بيسعد المركز الكاثوليكي للإعلام بأسيوط أن نعايش معا زمن صوم يونان المبارك. زمن صوم يونان زمن قصير نسبيا، 3 أيام، لكنه يدعونا إلى معايشة معاني روحية عديدة. متى دخل زمن صوم يونان في الكنيسة القبطية؟ وما هي أهم القراءات الإنجيلية التي تقرأ خلال هذا الزمن المبارك؟ وما هي الرموز والمعاني الروحية التي أرادت الكنيسة القبطية من ورائها لمعايشتها خلال هذه الفترة المباركة؟ حول هذه العديد من التساؤلات والإجابة عنها نلتقي مع جناب الأب أنجيلوس شحاتة، مدرس الطقوس بكلية العلوم اللاهوتية والإنسانية بالمعادي ومدير مركز التعليم المسيحي ببرشية أسيوط. أهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. بسم الله يا أبو الإبن وروح القدس إله واحد أمين. سلام سيدنا يسوع المسيح معكم جميعا. في الدقائق القليلة القادمة نعوز أتكلم مع حضراتكم عن صوم نينوى، وأتناول فيه نقطتين باختصار. النقطة الأولى هي تاريخية، دراسة تاريخية عن صوم نينوى، والنقطة الثانية هي عن طقوس صوم يونان في الكنيسة القبطية. صوم نينوى يقع دايما قبل الصوم الكبير بأسبوعين حسب الكنيسة الشقيقة القبطية الأرثوذكسية، وثلاث أسابيع حسب الكنيسة القبطية الكاثوليكية، لأننا مش بنصوم أسبوع هرقل. مدة الصوم حسب الطقس هو 3 أيام، في بعض الكنائس بيكون عندها الصوم أكتر شوية. صوم يونان دخل في الكنيسة الإسكندرية في أيام البطرك إبرام ابن زرعة في نهاية القرن العاشر، وورد في مقدمة كتمارس الصوم الكبير ظروف دخول الصوم ده. فهو من أصل سورياني، البطرك إبرام ابن زرعة من أصل سورياني، واختاروه ليكون بطرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعشان كده أدخل معاه صوم يونان مقابل أنه قبل يصوم مع أولاده اللي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأسبوع اللي يسموه حاليا أخواتنا الأقباط الأرثوذكس أسبوع الاستعداد، وهو موثق تاريخيا بأسبوع هرقل، ونعرف من مصادر أخرى قصة أسبوع هرقل. عموما البطرك إبرام بزرعة قبل أنه يصوم أسبوع هرقل مقابل أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل أولاده يقبلوا الصوم، صوم 3 أيام في يونان. ومن اللحظة دي استقر الصوم بعد بعض الذبذبات الصغيرة في التاريخ، واستقر الصوم في داخل الكنيسة القبطية. ناس كتيرة مؤرخين اتكلموا عن صوم يونان، ويعني صوم يونان دي تسمية حديثة، ولكن هو أكتر صوم نينوى. ويرجع صوم نينوى قبل ما يدخل لمصر لبداية القرن الرابع، فبنلقى فيه بعض الإشارات في أناشيد وكتابات القديس إفرام السورياني اللي كان طبعا الفان للكنيسة أو معلم الكنيسة من قبل الانفصال، قبل الانشقاق الكبير في مجمع خلق الدنيا. فبيحكي انه في نينوى حصل وباء كبير جدا، ولذلك المطران بتاع نينوى طلب انه يكرر الصوم وهو في نينوى عشان ربنا يرفع هذا الوباء. وده اللي صار، ومن هنا ابتدت الكنيسة السريانية بشقيها، السريانية الشرقية والسريانية الغربية، يعني السريان الأرثوذكس وبعدين ما تفرع منهم، والكنيسة الكلدانية وقبلها الكنيسة الأشورية تتبنى هذا الصوم وتعيشه. في القرن الـ13 أحد الكتاب الأقباط بيقول لنا صوم يونان ليه دخل في الكنيسة القبطية؟ لأنه هدفه يكون تنبيه للنفس البشرية وضبط الشهوات تمهيدا لاستقبال الصوم الأرض، أيضا علشان بالفعل يمهد لبداية الصوم الكبير اللي بيدعونا فيه يسوع المسيح
إلى أن نتشبه بأهل نينوى في توبتنا. وفي تراث الكنيسة القبطية، الكنيسة الإسكندرية، بنقدر نلقى بالفعل أنه قد إيه صوم يونان بعد ما دخل أصبح مهم جدا جدا. ونقدر نذكر حاجة بسيطة دلوقتي عن الصوم الوحيد بعد طبعا الصوم الكبير اللي عنده فصح، هو صوم يونان. صوم يونان اليوم الخميس بعد يوم الأربع، في اليوم ده بيسموه فصح يونان. ليه فصح يونان؟ الفصح لا يطلق إلا غير على عيد القيامة المجيد، وسموا صوم يونان بعديه اليوم الخميس فصح، لأنه يونان يعني رمز كبير جدا جدا لسيدنا يسوع المسيح. وهذا الرمز مش رمز من مفسرين الآباء الأولانيين، ولكن رمز أطلقه سيدنا يسوع المسيح زي ما نشوف في النصوص اللي هنقراها في 3 أيام، بل في 4 أيام بما فيهم صوم فصح يونان، على يسوع المسيح اللي بيشبه نفسه بيونان النبي آية لهذا الجيل، كما كان يونان آية لأهل نينوى، آية يعني علامة يعني رحمة. إذن صوم يونان مهم جدا. عاوز أختم بيه الحاجة البسيطة، لربما أحد أولادنا يقول طب وإحنا مالنا بنتكلم عن تراث الكنيسة القبطية؟ إحنا كأقباط كاثوليك بعد ما أصبحت كنيستنا منظمة وأصبح أول أسقف قبطي كاثوليكي سنة 1740، بعد ما كانت كنيستنا مقادة بالنواب الرسوليين، وبعد جابليهم النواب الرسوليين، كان في بعض الرعاية وكان في الأقباط الكاثوليكية الذين لم ينقطعوا، لكن كنيستنا تبنت كل تراث الكنيسة الإسكندرية يعني الكنيسة القبطية، حتى لا يدعي أحد أن احنا سالبين تراث أو سارقين تراث. لا، فده تراث كنيستنا، أجدادنا اللي كانوا موجودين وسط إخواتنا الأقباط الأرثوذكس اللي أصبحوا بعدين بتبعيتهم للأقباط الكاثوليك. إذن إحنا كل ده تراثنا، ولازم نعرف الكاثوليك الأقباط الكاثوليك الأوائل هما كانوا أحرص ناس أن يحافظوا على كل تراث الكنيسة الإسكندرية، يعني مسميها كل تراث القبط، كانوا بيحافظوا عليه تماما، وكانوا بيشرحوا للمرسلين ولكل الكنيسة الكاثوليكية كل العقائد الكاثوليكية من الكتب التكسية. 40. النقطة الثانية اللي عاوزين نتكلم فيها مع بعض حضراتكم هي كيف تعيش الكنيسة بطريقة جماعية هذا الصوم، صوم نينوى. كما ذكرنا قبل ذلك انه صوم اطلق عليه صوم يونان حديثا، ولكن معروف منذ دخوله لتراث الكنيسة القبطية بصوم نينوى، يعني صوم أهل نينوى مرتبط بصوم نينوى، زي ما بنقول في القسمة للصوم المقدس، الذين تابوا يعني تابوا فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبهم عنه. الكنيسة بتجسد ازاي صوم يونان؟ من خلال طقوسها. فطبعا اجمل حاجة واكتر واقدس حاجة في الكنيسة علشان الصوم هي صلوات القداس الالهي اللي بيسبقها رافائيل بخور. واحنا نعرف انه كل الاصوام في الكنيسة، اصوام الكنيسة القبطية اسكندرية، دايما مسبوقة بصلاة باكر وملها صلاة عشية. فصوم يونان بيبتدي يوم الاثنين بصلاة باكر، وفي صلاة باكر رفع بخور باكر بيكون في بعض الحاجات اللي بتحصل يمكن بتحصلش في الأيام السنوي. فمثلا بعد إفنوتي ناينان، يعني بعد قانون الإيمان، وبعدين بيتقال اللهم ارحمنا، وتتقال الكيريا ليسون 3 مرات دمجا، بتطفى انوار الكنيسة ويزدل ستر الهيكل، يعني تقفل ستر الهيكل، ونقرأ نبوءة سفر يونان. نقرأ نبوءة سفر يونان، بعدين بنقرأ بنعمل الطلبة الهامة جدا اللي بنعملها واحنا ساجدين، المطانيات كلينومين تاجوناتا، نحني ركبنا، بعدين
تختم بالكيريا ليسون، بعدين وشيت الإنجيل والمزمور والإنجيل قبطي وعربي، وبعدين الختام في القداس تدي قداس سوم يونان اللي عادة بيكون بعد الساعة السادسة حسب ساعات الكنيسة، حسب ساعات المعترف عليها في الكنيسة، بتكون تقريبا حوالي الظهر، بعد الظهر بشوية بيكون القداس. وإحنا بنشوف دايما في الرعاية كلها إنه سوم يونان بيكون في عدد كبير جدا 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 من المؤمنين، بيكون عدد الناس كبير لأنه عارفين كويس جدا جايين علشان ياخدوا مراحم ربنا، يحتفلوا برحمة ربنا ليهم. ففي سوم يونان في القداس بيكون أولا بعد ما زميل الساعة الثالثة والستة والتاسعة بيقدم الحمل، ما بتقالش هذا هو اليوم في مرد الشعب، بيقول الشماس ولا الخورس بيقول فاي، المرد فاي، قال له يا اي اخون، يعني ادخل الى مذبح الله الذي يفرح شبابي. بعدين بقيت المرد، وبعدين بيتقال نفسنتي الاساسات في الجبال المقدسه بتتقال عادي جدا. بعدين لو في كمان الابراكسيس بيتقال مرد الابراكسيس عادي خالص، قبل البراكسيس بيتقال، بعدين الهيتنيات، وفي أربعة بتتقال بعد ذكر أبائنا الرسل بيتقال ربع ليونان يونان النبي. إذا بعدين بيتقال الإنجيل، والإنجيل كلها خدتها الكنيسة من ما ذكره سيدنا يسوع المسيح في الإنجيل الإزائية عن المقارنة بينه وبين يونان النبي. فبناخد مثلا في اليوم الأول القداس، إنجيل القداس بيتكلم في متى 12، بيتكلم لأنه مثل ما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك يكون ابن البشر في قلب الأرض. في يوم الثلاث بناخد لوقا إنجيل إزائي بيتكلم برضو على نفس اللي عمله سيدنا يسوع المسيح، ولكن بيزود في الرواية عن يونان النبي وكيف كان آية لأهل نينوى، وكذلك يكون المسيح آية لهذا الجيل. بعدين يوم الأربع بيرجعنا من جديد لقداس يوم الاثنين، ويوم الخميس بيذكر لنا وبيذكرنا يوم الخميس فصح يونان أنه مهم أهمية التوبة. الإنجيل عاوز يقول لنا أنه التوبة مهمة جدا، وبيختم بآية يمكن نفهمها في سياقها، إن لم تتوبوا كذلك جميعكم تهلكون. القداس بعدين بيتواصل، فبتقال قسمة الصوم المقدس اللي بيتكلم عنها في الصوم والصلاة، صوم والصلاة اللي ليهم مفاعيل كتيرة جدا، أيام موسى، دانيال، إيليا، نينوى، أهل نينوى، تمام. وبعدين بيختم بالمزمور، المزمور التوزيع اللي بيتقال بلحن الصوم. كنت برضو فوتت حاجة، لكن برضو مزمور مرد الإنجيل عادة بيكون بلحن الصوم، والمرد اللي بيقولوه الناس اللي هو في أثناء مزمور التوزيع، يونان كان في بطن الحوت كما كان المسيح في القبر 3 أيام، أو بيقولوا مرات كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام. الطقس عاوز يجسد لنا التشبيه اللي عمله سيدنا يسوع المسيح بينه وبين يونان، عشان يقارب بين ما حدث لسيدنا يسوع المسيح وما حدث ليونان. فيونان في بطن الحوت، المسيح في بطن الأرض. كما ظهر يونان حيا خرج حيا من بطن الحوت، هكذا يسوع المسيح خرج حيا من بين الأموات. ولكن زي ما كان يونان علامة للرحمة، كذلك سيدنا يسوع المسيح علامة للرحمة. وبعدين بنتذكر في الطقس واحنا بنصلي بالفعل كل النعمة والرحمة لربنا بينعم علينا بيها في كنيسته من خلال ممارستنا لطقس صوم يونان. كل سنة وحضراتكم بخير.